السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى. طبعا ممكن اتخس نص مرة بس. بصوا، النهارده انا جايبه لكم 4 انظمه. الانظمه اللي كنت بمشي عليها كنت بكتبها وبخس عليها الحمد لله. فانا جمعت لكم 4 انظمه عشان في ناس قالوا لي احنا مش عارفين نمشي على ايه، واحنا تايهين ومش عارفين نتابع معاكي على الواتس والكلام ده كله. الحمد لله البنات معايا على الواتس شغالين معايا كويس الحمد لله، وبيخسوا يعني الحمد لله تمام. فلو انتي بقى عندك حد عايز يخس انتي كده الكلام ده كله، فده الفيديو ده هيفيدك جدا، لاني هنزل لكم كل اسبوع في رجب نظام جديد، وفي شعبان كذلك برضو، وفي رمضان بقى ان شاء الله على خير برضو هيكون في نظام كويس جدا للناس طبعا اللي عايزه تخس. فكل يعني كل جمعه هنوزن تمام، اول ما نصحى من النوم ندخل الحمام، وبعد كده هنوزن، وبعد كده ده هنمشي عليه من يوم السبت، عشان انا عارفه ان في ناس كتير بتتفائل بيوم السبت وتقول لك انا همشي من اول يوم السبت، فلما اشوف اخرتها هتمشوا امتى. فماشي، هنمشي من اول يوم السبت على النظام ده. فسيبي بقى الفيديو ده او خدي سكرين شوت للنظام ده، بس انا هقرا معاكم يعني تمام. فده من الانظمه الحلوه اللي انا كنت بعملها، والحمد لله كانت بتجيب معايا نتيجه. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه بصوا، اول حاجه النظام ده تمام للناس اللي فوق ال 100 كيلو، للناس اللي تحت ال 100 كيلو عادي جدا وحلو قوي وهيجيب معاكي نتيجه ان شاء الله. طيب اول حاجه بقى ايه يا بنات؟ هيكون طبعا الفطار. فانت قبل ما تبداي هتوزني وهتكتبي في ورقه كده وزنك تمام، وهنبدا ان شاء الله من يوم السبت، يعني النظام ده من يوم السبت. طيب الفطار هيكون عبارة عن ايه يا بنات؟ بصوا، اول حاجة هتشربي طبعا كوباية مية الاول تمام، وبعد كده هتاخدي واحدة توست سن او ربع رغيف تمام، واحدة توست سن او ربع رغيف، مش لازم توست يعني لو مفيش توست، ومعاه بيضة مقلية بزبدة. يعني ايه منى بيضة مقلية بزبدة؟ خدي بيضة اعملي يعني كده بقى ايه، عارفين معلقة الشاي الصغيرة، خدوا من ناحية، خدوا من يعني نصها كده معلقة زبدة تمام، وهتقلوا بيها البيضة. ده هيكون الفطار الصبح. طيب بعد الفطار هنعمل ايه؟ بعد الفطار بثلاث ساعات هناخده ثمرة فاكهة تمام. بعد الفطار بثلاث ساعات هتاخدي ثمرة فاكهة، مفيش عندك فاكهة، عندك تمر، بتقدري تاخدي 3 تمرات تمام. طيب نيجي بقى للغدا. الغدا واحد توست سن، زي ما قلت لك مفيش توست سن، خدي ربع رغيف بس ارجوكوا، لا يعني لو عايزين تخسوا فعلا امشوا على النظام ده بالظبط. واحدة توست سن زائد او ربع رغيف زي ما قلت لكم، زائد قطعة لحمة او كبد حجم الكف مسلوق او مشوي، يعني حتة لحمة يا قطعة كبدة مسلوقة او مشوية تمام، قد حجم الكف يعني قد كده كده بالظبط تمام، هتكون كبيرة اهي وحلوة معانا. وهناخده كمان معاها سلطة تمام، سلطة بقى اي نوع انت تحبيه حطيه، بنجر بقى، قص، كابوتشي، اي حاجة انت بتحبيها. طيب هنيجي بعد الغدا بثلاث ساعات هنجوع مثلا او حاجة، هتاخدي ايه بقى؟ فاكهة ما عدا البلح في الغدا. بعد الغدا بثلاث ساعات البلح اللي هو ايه؟ مش التمر، البلح اللي هو الاسود تمام، مش هناخد البلح اللي هو الاسود، لا يعني لو عندك البلح الاسود او الاحمر بلاش، التمر ممكن تمام، او كده الجاتوه مره واحده في الاسبوع. طبعا انتوا تسمعوا كده الجاتوه هتقولوا يا لهوي هناكلوا جاتوه في الدايت، امشوا بس على النظام ده والاسبوع اللي بعده هتلاقوا فعلا نتيجه. بس في حاجه، كده الجاتوه دي مره واحده في الاسبوع، وكده الجاتوه صغننه، حتى لو انت جايباها جاهزه من بره مش مشكله خديها، بس مره واحده في الاسبوع مش سناكس على طول، لا هو مره واحده تمام. كده خلصنا من بعد الغدا. هنيجي بقى للعشاء، هتاخدي واحدة توست سن او ربع رغيف برضو او ثمرة بطاطس مسلوقة تمام، زائد سمكة مشوية او علبة تونة زائد طماطم. ممكن واحدة تقولي طب العشاء ده في بطاطس وسمك او تونة او طماطم بالليل وصعب عليا او كده، تقدري تبدلي الوجبات زي ما انت عايزه، بدلي الوجبات دي شقلبيها زي ما انت عايزه، بتسهري كده شوفي انت ايه ونظمي انت الوجبات دي مع يومك تمام.
في ايه كمان هنا؟ مسموح بتناول 3 كوب شاي او قهوة او نسكافيه زائد كوب لبن منزوع الدسم. يعني انتي مسموح ليكي 3 كوبايات من القهوة او نسكافيه او الشاي طبعا بكوباية لبن منزوع الدسم. عايزة بقى توزع كوباية اللبن دي طول اليوم براحتك. تمام. طيب السكر الدايت اقدر استخدمه قد ايه؟ السكر الدايت حسب انتي بتشربي سوائل قد ايه، بتشربي ينسون بتاعك الكلام ده كله، حلي على قد ما انتي ما بتشربي، مالكيش يعني عدد معين. تمام كده بنات. طيب والمية، بصوا بقى موضوع 3 لتر والكلام ده كله، على فكرة الجسم بياخد المية اللي هو محتاجها وبيطرد الباقي، فانتي ما تقيديش نفسك بموضوع 3 لتر مية والكلام ده، لأ كل ساعة خدي مية، كل ساعة خدي كوباية مية. تمام. طيب ممكن بقى بنات تيجي تسألني تقولي طب يا منى احنا بنصوم في رجب، طيب هقولك تعملي ايه بقى. هتجمعي وجبة الفطار ووجبة العشاء، دول هيكونوا السحور. تمام. والغدا هو الفطار، الفطار طبعا في الصيام. تمام. فكده واضحة يعني، الفطار والعشاء هتجمعيهم وهيكون هم السحور، والغدا هو اللي هيكون الفطار للناس اللي بتصوم يعني، وبرضه مسموح لك بالقهوه او شاي ونسكافيه واللبن منزوع الدسم. طيب بالنسبه للرياضه، الناس اللي وزنها فوق 100 كيلو لسه بادئه مثلا او حاجه، يا ريت ما تلعبش رياضه غير لما تخس اول 10 كيلو او 5 كيلو. تمام. لانك هتتعبي ومش مستحب دلوقتي يعني. تمام. انما طبعا الناس بقى اللي وزنها تحت 100 كيلو تقدري تلعبي رياضه في اليوم نص ساعه، فيا ريت يعني نص ساعه او اكتر يعني، على حسب انت مقدرتك قد ايه يعني. تمام. بس كده بنات، ده هيكون اول اسبوع اهو، ده هيكون اول اسبوع. الجمعة اللي جاية دي اللي هي بتاعت بكرة هتوزني وهتاخدي فري، خسيتي بقى ما خسيتيش، وهتبدأي بالنظام ده، والاسبوع اللي بعده هنزل لكم برضو النظام التاني، وهكذا لحد ما ان شاء الله يخلص شهر رجب، وبعد كده ان شاء الله هنزل لكم شهر شعبان ان شاء الله، وبعد كده رمضان زي ما قلت لكم طبعا على خير باذن الله هنزله لكم برده ان شاء الله. بس كده بنات، يا ريت اكون قدرت اوضح لكم ازاي تعملي ايه، ونظام اهو كل حاجه، وخدي سكرين شوت وهو واضح اهو تقريبا، اكتبيه برده. تمام. وايه كمان كنت عايزه اقوله لكم؟ بس كده، عشان في ناس قالت لي ان احنا تايهين ومش عارفين نعمل ايه والكلام ده كله، اهو ده الانظمه اللي انا كنت بمشي عليها وقبل الجواز، والحمد لله كانت جايبه معايا نتيجه حلوه جدا. يا رب اكون فدتكم بحاجه بسيطه، وما تنسوش تدعوا لي بالله عليكم. والنهارده هوريكم برضو انا اتغديت ايه وكلت ايه والكلام ده كله طبعا، وكمان كده عملت كده حاجة بسيطة بالنسبة لسمسمة وعمار يعني عشان عيد ميلادهم، بس ان شاء الله هعمل لهم عيد ميلاد اخر الاسبوع مع ماما واخواتي وكده يعني ان شاء الله. فبس كده هوريكم برضو اللي انا حضرته. طبعا هتقولي لي انتي الحاجات اللي انتي هتحضريها مثلا او كده هتاكلي منها، بصوا وانا بصراحة هاخد منهم برضو عشان خاطر يعني اشارككم برضو، بس مش هاخد كتير، فانا مش هتعشى. تمام كده. بس كده بنات، هو ده اليوم النهاردة، يا رب يكونوا استفدتوا، وتعالوا بقى نشوف النهاردة انا عملت ايه في اليوم وايه الاخبار، وانا هشرب النسكافيه وهنبدأ بقى يومنا ان شاء الله مع بعض. صباح الفل عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا صاحية كده نشيطة النهاردة شوية فجبت كده، كانت عندي مجلة فيها تمارين وفيها ماسكات زي ما انتوا شايفينها كده اللي انا حطاها دي. انا قلت يعني اخد منها افكار للوصفات وتمارين، بصوا للبطن، البطن اللي مش بتنزل في 3 ايام لأ، فقلت اعمل التمارين دي وهشرب كوباية النسكافيه بتاعتي، وبعد كده بقى هشوف هعمل ايه في الفطار وكده. والنهاردة ان شاء الله هعمل كده شوية تحضيرات بسبب عيد ميلاد طبعا عمار وسمسمة، هشارككم برضو بيهم ان شاء الله. فصباحكم زي الفل، يلا قومي تنشطي بقى، العبي رياضة، اشربي النسكافيه بتاعك، وصباحكم زي الفل. بصوا الفطار يا بنات، انا خدت 2 توست، واحد فيه بيفي وواحد مربى لايت. تمام. وعملت كده مشروب ديتوكس هشربه ان شاء الله بعد لما افطر باذن الله.
بصوا كده بنات، انا بعد لما فطرت عملت الديتوكس ده، كنت عاملاه يعني وسبته قعد شويه وهشربه دلوقتي. حاولوا ان انتوا تدخلوا في يومكم موضوع الديتوكس، بجد بينظف الجسم جدا وحلو يعني. اي حاجه بقى عندك، فاكهه، انا حطيت خيار ونعناع وليمون وحليت بسكر دايت عشان اعرف اشربه. انت عندك اي فاكهه حطيها، فراوله بقى، كيوي، برتقان، الكلام ده عادي جدا، وتسيبيه لي مثلا وتشربيه منه يعني في ازايز كده، تمام؟ فانا بعمل كده وبس، مش بعرف اصورها، فانا قلت اصوره لكم بقى عشان خاطر افكركم بيه برضو. وما تنسوا الميه والسوائل، تمام؟ فانا هروح كده بقى احضر ان شاء الله مع بعض الغدا. بص، الغدا النهارده كده يا بنات، انا عملت فراخ مشويه على الجريل وخضار، بصل وكوسه وبروكلي، تمام. وكان ودي السلطه دي فيها بزله وفيها نص بطاطسايه او اقل كمان من نص، وجزر، تمام. وعملت طبعا دول 4 معالق مكرونه، وصلصه دي طبعا انا اللي عاملاها في البيت. فبس كده، فهيكون ده الغدا ان شاء الله. هو طبعا شاربه قبلها كوبايه ميه يعني، فالطبق ده بصوا بيشبع بطريقه غبيه يعني. فالحمد لله هاكل اللي انا دول كده ان شاء الله، وبعد كده بقى اشوف هوريكم هعمل ايه. بصوا بقى كده بنات، انا حضرت كده حاجه بسيطه عشان خاطر سمسمه وعمار، قلت احتفل بيهم انا وباباهم بحاجات كده، مكربشات كده بسيطه، عشان ان شاء الله هعمل لهم عيد ميلاد. ان شاء الله هقول بقى لاهلي وكده فيه يعني وكده. فدي حاجه كده قلت بسيطه اعملها دلوقتي اهي، هما جوه ما يعرفوش اصلا ان انا بعمل حاجه. قفلت عليهم الباب وطلعت انا ايه، جبت الحاجات دي كده وقلت بقى ايه احطها كده ونحتفل بقى بشمس عمار. وعقبال كده يا رب ما تفرحوا بولادكم يا رب جميعا. فبصوا حاجات بسيطة بس هتفرحكم وهتغير مودكم والكلام ده كله. انا عارفة ان دي كالوريز كتير، بس طبعا ايه ده مرة كده يعني. فانا طبعا برضو مش هاخد الحاجات كتير، انا عملت لي الكابتشينو ده بس اللي هاخده بس ده كده، تمام. بس كده حبيت بقى اشارككم كده ايه فرحتي بيهم، وايه ربنا كده يفرحكم يا رب واولادكم يا رب باذن الله. وهابي بيرث داي لاي حد ابنه في عيد ميلاده في شهر 2، وهروح بقى انادهم وبعد كده بقى ان شاء الله احتفل بيهم انا وباباهم وبس كده.